قالوا استغفر لنا ماذا؟ ذنوبنا. يعني هم يعرفون أنها تفتحت من الخطيئة تلك الواحدة خطايا كثيرة وذنوب عديدة وأغلاط متعددة. يعني هذا الشيخ ينبه فيه على فائدة حقيقة مهمة جدا ينبغي للعبد أن ينتبه لها. أحيانا العبد تحدثه نفسه بذنب واحد معين فقط ويقول لنفسه هذا فقط هذا الذنب، لكن يفاجأ أن هذا الذنب يولد ماذا؟ ذنوب. أن هذا الذنب يولد ذنوب، فتتولد ذنوب كثيرة من ذنب واحد. هذا يدعو العبد أن لا يستهين بالذنب، لأنه قد يذنب فيضطره مثلا ذنبه إلى أن يكذب، هذا ذنب آخر. يضطره ذنبه أن يرتكب جريمة أخرى حتى يخفي مثلا خطأه الأول، فهذا ذنب ثاني، وهكذا تتفتح عليه الذنوب بسبب ذنب. فالشيخ يقول يجب على الإنسان أن يحذر من الذنوب التي يتسلسل شرها. وسبحان الله، أكثر ذنب يتسلسل شره القتل، أكثر ذنب يتسلسل شره القتل، وأعظم جريمة عصي الله سبحانه وتعالى بها بعد الشرك بالله. والقاتل قد يكون فيه أزمة بينه وبين من قتله، ويريد أن ينتقم، يريد أن مثلا يطفئ جمرة غضب في نفسه تجاهه، فإذا قتله تبدأ تتولد عنده على إثر هذه الجريمة جرائم كثيرة جدا. فالذنوب التي يتسلسل شرها يولد بعضها بعضا، يجب على الإنسان أن يحذرها ولا يضع قدمه، لأن إن وضع قدمه فيها انزلق.